أستاذ محمد، رح أرجع لعند حضرتك نحكي عن الأمور أو الإيجابيات أو كيف قدرتوا تحققوا مطالب المغتربين بمصر من خلال حضرتكم، ولكن بدي أرجع أحكي شوي عن الناحية الإيجابية إذا فينا نقول دكتور رانيا أكثر للهجرة لدى الشباب. صح أنه نحن عم نحكي هجرة العقول، ولكن عم تبرز أسماء كبيرة بدول العالم كلها، يعني بتدعو إلى الفخر وبترفع كمان اسم مصر أكثر وأكثر، فهذا الشيء كمان بيسعد ولو خسرنا هذه إذا بدك هذه العقول بالوطن الأم بمصر. صح؟ عايزة أقول فعلا معك حق رغدة، لأن تعالي نقول إيه سبب إن الناس بتطلع وتهجر الوطن ليه؟ هيكون ليه؟ لأن هم شايفين إن في فرصة هناك أكتر، يعني موضوع مرتبط بسوق العمل، موضوع مرتبط بالطموح، وبالتالي شايفين لأ أن الأمل مش موجود هنا، الأمل موجود برا، حلمنا مش هيتحقق هنا، حلمنا هيتحقق برا. فبالتالي ده شيء عوامل الجذب زي ما بتقولي، الحاجة الإيجابية اللي هم بيخرجوا من هنا ورايحين لحلمهم، تحقيق الحلم. تحقيق الحلم. حتى بيتساءلوا ناس كثير جدا في الميديا وفي غير الميديا، طب أنت عندك هنا فرص عمل ما بترضاش بيها، طب لما بتسافر هناك بترضى بيها إزاي؟ بتشتغل الشغلانات اللي أنت رفضت تشتغلها في وطنك، تشتغلها بالخارج. ليه؟ عارفة ليه رغدة؟ لأن هناك أي واحد بيشتغل أي شغلانة له احترامه. هنا لو واحد اشتغل كعامل نظافة أو زي ما بيروح يقول دول بيروح يغسلوا الصحون هناك، اشتغل أي شغلانة هناك هي في آخر اليوم هو مواطن يحترم. ده من العوامل اللي موجودة هناك، الثقافة ان احنا نحترم الانسان لشخصه. بيتدرجوا بقى لان هم متميزين، بيتدرجوا لان هم بياخدوا دكتوراه، بيذاكروا، بيعملوا، عندهم الفرصة ان هم يثبتوا ذاتهم وعندهم الادوات اللي تساعدهم ان هم يبرزوا وينبغوا. فده هناك موجود وبالتالي هو عامل الجذب. في حاجات بقى هناك برضو بتواجههم، مش كل الحياة هناك وردية. صح. ومن أكتر الحاجات اللي بتواجههم هناك إن هم بيروحوا في البلاد الأوروبية أو في أمريكا أو في كندا أو whatever، وخلي بالك هم لما بيسافروا فين؟ أغلب الدول دول أوروبا، أمريكا، كندا. ليه؟ لأن البلاد دي هي اللي عندها الثروات، البلاد الغنية، لأن هم خارجين من هنا علشان الحالة الاقتصادية ما تسمحش ليهم ان هم يحققوا احلامهم، بيسافروا في الاماكن اللي عندها ثروات اللي هتسمح لهم ان هم يحققوا الاحلام دي. والشعور بالامان كمان، يعني من الأمل. النقاط كمان اللي ذكرتيها من شوي انه هذا عدم الاستقرار الامني وعدم الاستقرار السياسي وحقوق الانسان، ومثل ما قلتي احترام الفرد او لشخصه، هي من الامور اللي بنفتقدها بوطننا العربي، فمن الطبيعي لقوها بالخارج بالرغم من مخاطرها. هنستردها، يعني احنا الاستاذ محمد بيقول لنا في عائدين، انا ده حاجة مفرحة إن شاء الله إن يبقى في عائدين لمصر. زي ما هم شافوا الأمل هناك، إحنا ابتدينا نشوف الأمل هنا. يعني هم متغربين علشان يعملوا حلم يحققوا حلمه. صح، عندنا أحلام هنا هتتحقق. صح. في الفترة هذه الخطوة كيف برأيك ممكن تتحقق أستاذ محمد؟ والله هو طبعا ما من شك هجرة المصريين لبرة دي قيمة مضافة لمصر بلا جدال. ليه؟ لأن في برة إمكانيات علمية، إمكانيات فنية، البيئة متاحة لأن ينطلق المصري. وهاتي لأي واحد فاشل هنا في مصر وبعطيه برة هينجح. دي الحقيقة ما لمسناه، وأنا بقول لك هذا الكلام من خلال زيارتي ل 78 دولة حول العالم منذ عام 85 حتى اللحظة اللي أنا بكلمك فيها. دي قيمة مضافة لمصر، احتكاكنا بالثقافات الأخرى، احتكاكنا بالعمل مع الآخرين. عندنا 1250 عالم في التخصصات النادرة نسبيا، زي هندسة الفضاء، زي الفيزياء الطبيعية، الكيمياء الحيوية، الهندسة الوراثية، الاقتصاد، النانو، في تخصصات كتيرة جدا اللي هي التخصصات اللي معدودة فيها عدد العلماء على أصابع اليد. مصر لها 1250 عالم. طيب هل إحنا نشجع الناس يسافروا برا؟ شخصيا وبصفة عامة، من مصلحة مصر ان احنا نندمج مع كافة شعوب العالم، من مصلحة مصر ان احنا ننطلق. مفيش حاجة اسمها، اصبح النهاردة حركة الحياة غير زمان. يعني زمان انا لما كنت ابع الجواب يصل بعد 20 يوم. انه برأيك يعني عامل التواصل، يعني النهاردة الحياة بقت ديجيتال. لابد ان احنا نتعايش مع الكون. لابد. انت اولادك كمان مهاجرين، هذا اللي عرفته. اولادي موجودين، متواجدين في اسبانيا اثنين منهم. انما اللي انا عايز أأكد عليه، احنا ده ما يشغلنيش، بس انا يهمني. يعني انا يوم ما سافرت اسبانيا سنه عام 1984، نعم،
كانت اسبانيا اي عزبه في مصر او نجع في مصر احسن من اي مدينه اسبانيه. انا نفسي وطني يبقى كده. هو ده الكلام اللي احنا بنقوله، وده يقودنا لامر مهم جدا يا استاذه رانيا، ان احنا لا ينبغي ان تكون هناك دراسات متخصصه كيف يمكن الاستفاده من ابناء الوطن في الخارج. حقيقي حتى الان صح. حتى اللحظه اللي بكلمك فيها احنا ندينا الحكومه ومن خلال مركز بحوث الدراسات بتاعتنا وقدمنا، ولكن لا يعني عايز اقول لابد ان يكون هناك اهتمام بالغ بعمل دراسات مستقبليه عن المصريين، دراسات معمقه وزياده اعدادهم سواء من وزاره الخارجيه، ما فيش دراسه يعني للامانه، وزاره القوى العامله والهجره ما فيش دراسه، وزاره التعاون الدولي ما فيش دراسه. يعني يعني ما تخيلي لما يكون في اتفاقيات تبادل تجاري بين مصر واسبانيا انا اعلم بيها من الجانب الاسباني وانا ما تجينيش، ده كلام يعني ان في انت عم ننظر له شوي كمان من الناحيه الايجابيه، وهيدا مثل ما بيقولوا نقطه ايجابيه تحسب كمان على هذا الموضوع للناس كمان رايهم الخاص. استاذ محمد دكتور رانيا خلينا نسمع، طرحنا هذا السؤال على ايه مظبوط على السوشيال ميديا شو أجل.